هاي جات لالا. شكون هذا؟ السكرتيرة تاعنا جات. هذا وين جي؟ كي جي حوزة من الباب مشي تطلع عندي. يا خالد قلت لك الغايب في حكم الله، خلي كي جي نسمعه من عندها، ولا ما عندهاش اون بون ريزون حوزة. سوفيا من عاوج الهضرة، كي جي تحوزة ودير أنونس. صباح الخير عليكم. صباح الخير مالك، واش بك طلعتي هكا؟ جيت نجري. معليش نفسي بالعقل وهضري، واش كاين؟ بون باش حتقولوا لي؟ حتقولوا لي بلي راني محاوزه ها، وهذيك الكلمه شابه اللي ما نشوفها في لي فيلم، يعطيك الصحه وتقدر تجوزي لسيرفيس كونطابيليتي يعطوا لك دراهم وبقى على خير. دونك حنربح لكم الوقت، نقول لكم شحال راني نسال لكم. معناتها 120,000 اذا تقدروا تعطوهم لي كاش تعيشوا باش بلا ما نجوج على سيرفيس كونطابيليتي، نربح لكم الوقت ونربح روحي الوقت. يعطيكم الصحه بقاو على خير. ملاك روحي البيرو تاعك. صح صح، هذا سي دعني غافيرتيسمون، ماذا بك تكوني بونكتوال لا بروشين فوا. ولا غير البارح ريحت حتى لتسعة تاع الليل على بيها. حتى لتسعة تاع الليل؟ معليش راحي كملي خدمتك بيرو تاعك. صح صح. واش أمنتها؟ هي تقول ريحت حتى لتسعة تاع الليل، تكذب. البارح السكرتير ديالنا على قداش روحت؟ هاي خلاص خلاص صحيت صح. مش قالك؟ وقيل ظلمناها. قعدت انا حتى لتسعة تاع الليل وهو جاب لها العشاء. هاوزت حاوزتها وقعدوا بلا سكرتير. ما ظلمتهاش، جات روطار هنا على بالي. كانت عندها سبة، كانت خدامة. لقيت فيهم بزاف غلطات. شنو هذا؟ هادو هما لي دوسي اللي خدمت عليهم حتى لتسعة تاع الليل. واش من غلطات لقيتي؟ لقيت بزاف غلطات، وهاد الغلطات خسروك في 18000 يورو. يعني انا كي حسبت اليوم بطو بونكار لقيت بلي خسروك 18000 يورو. بلا خسرنا 18000 اورو. اوكي ومن بعد؟ معليش نعطيك اكزومبل. صح، كان عندك رحله لو 18 جويي 2019 لشرم الشيخ بور 24 بيرسون. صح كاينه. صح، كانوا 24 عباد، هاد 24 خلصوا انول انكلوزيف. واش معناتها اول انكلوزيف؟ بودي ديجوني ديجوني وديني. كي لحقوا لوتيل ما عطاولهمش ديني، وهاد لوتيل ما رمبورساناش. عندها حق. شفت العجوز اللي جات هنا واش كانت؟ قالت لك بلي لا بريستاسيون خلصناها كامل وما عطاوناش الماء والعشاء. تسمع مالك ما راهيش تكذب. وكاع هاد المشاكل علاش؟ الوغ المشكل الاول عندنا ان بروبليم في لابليكاسيون راهي فيها فيروس. المشكل الثاني عندنا ان بروبليم ولا تقدر تقول ان بوغ في السيستيم دو ريزرفاسيون. راني بعت لهم ايميل باش يبعثوا لنا واحد يجي يسقمو. اي دو تخوا الله اعلم، بصح كاين واحد راه يسرق فيكم. واحد يسرق فينا. معليش تروحي المكتب تاعك دوك نعيطو لك. اجي واي 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 كلمة مالك كلمة كلمة شافية هضر معايا. بون ما ضحكش معايا مي سي نورمال، طحت عليه بالمشاكل. لا تربحك لا تربحك يا مالك. مي ليسونسيال فيقتو على بزاف صوالح سي لو بلوس امبوغتون. جو سوي امبوغتونت. شكون يقدر يكون سرقنا؟ شوف خالد، انا هذيك سكريتير اللي كانت من قبل ما كنتش مرتاح لها. بصح ما خصها والو معنا، ما مش شهريه درت لها احسن شهريه وقيلا في الشركات كاع. بالك كانت تغلط في الخدمه ديالها وكانت خايفه تهضر. اسمع عندي واحد حبيبي بوليس، دوك نعيط له
حبيتي حل اونكات ونشوفوا واش كاين. لا لا ماشي تاع اونكات. ماشي درنا اونكات خو، حنا ولاد فاميليا دوكا ندخلوهم نسال الحبس ولا كيفاش؟ يا خويا انت تعرف. 18000 اورو. ماما ماما السلسلة تاعي وين راهي؟ جاب لي ربي بنادم يبدا بصباح الخير ولا راني غلطة؟ السلسلة تاعي وين راهي؟ كوليني واش من سلسلة؟ لفتيها فوق الطابلة. حبيتي تقولي السلسلة اللي هي ديالي ومع الوقت رجعت ديالك. ها هو راهي dans ma chambre. Merci. شفت لو كان حاوزتها وكراك ندمت. تكون فرحان كيكون انا غلطان. علاش على بالي بلي شاطر وحوسها؟ هكذا تستعرف خوك بوش يجيب لك. علاش تري جبتها؟ جات وحدها. جات وحدها بصح انا اللي قبلتها. يا اخي صامت يا اخي. ابارسا واش راه الشيخ والعجوز؟ والله غير الحمد لله راك تعرف حياة الكبر. واش بيك شفي ما عجبتنيش في ما كان في الدار؟ لا لا ما كان حتى حاجة. تعرف خوك تاع الليالي ندخل في الليل ونخرج في النهار ما نتلاقاش كاع بيهم. حاجة باينة سفيان كيفاش تكون تاع الليالي وتحب والديك يكون معك بيهم. وديجا أنا نعرف والديك ناس ملاح ونعم الناس. إذا كان مشكل مشكل فيك سفيان. على بالي بلي كنت تهضرها. صاحبي ونعرفك مليح خو. وي. مش راهي اللبة تاعي؟ صافا؟ بيان؟ صافا بابا. وين؟ وين بها اليوم؟ أنا راح نشري شوية عفايس كملوا لي ندخل. ولي يشري شوية عفايس يدي معاه الزين هذا كامل. يسلمك الزين شاب الزين. صاي بديتي تبلعتي فيا. ألوغ شما خاصك؟ واش خاص بنتي؟ على بالك. باش يمشي كل. ما نحسبش. وعديني بحاجة برك. تهلاي في روحك وعرفي وين تروحي داكو؟ داكو. اوكي؟ ما تقولي لي والو؟ جو تام. انا نموت على بنتي. ميرسي بابا. تهلاي في روحك بنتي. ميرسي. شوف امبارح ما حبيتش ندير المشاكل على جال خوك. هاني ما لقيتش قريب قتلتيني. ما عنديش البنات يدخلوا نص الليل. علاش كتعيطي كامل هكا؟ واش درت؟ واش درتي يا؟ واش درتي يا؟ سمحيني ماما ما درت حتى حاجه تزعفك باش تعيطي عليا كاع هكا. مالا حتى ديري خليك ديري. بصح شنو يدور في راسك؟ ما راه يدور في راسي حتى حاجه. انا ربي كتب عليا نكون راجل ونكون امراه. انا باباكم انا يماكم ونقدر نكون كثر. خلاص ماما خلاص ما تعيطيش. سمحيلي على بالي كاع جوزتي على جنه. ولا ما نزيد نعاود. عييت عييتوني. ماما ما درت حتى حاجه تخليك تزعفي كاع هكا. خلاص استغفر الله. راني خايفه عليك. على بالي ماما ما تخافيش. انا التربيه تاعك وان بلوس دو سا مانيش طفله سهله ومانيش صغيره. على بالي بنتي ربي يحفظك.
ان شاء الله نشوفك طبيبه كما تفهمنا. ها ان شاء الله. ما. ان شاء الله. سمحي لي. جامي ما عيط له ورفد عليا، فهمتش على داير تليفون. عمي رضا، عمي رضا بعتونا عندك، عندنا بروبليم، قالونا غير انت تقدر تسلكنا. غير الخير ابنتي. ايه واش نحكي لك يا عمي رضا، العرسان طبطب الباب تقول في بابنا الحنوشه يا لطيف، وزيد العمر ضاع والفرس قلو. ما تخافيش يا بنتي محلول، الدراهم كاينين. كاينين كاينين يا عمي رضا. خلاص مادام الدراهم كاينين كلش محلول. هيا تفضلوا معايا تفضلوا.